اسمي رامي سبلبان، انا اصغر بنت عند نورا سبلبان غير. اليوم بكل بساطة المستوطنين العنصريين زفتوا عفشاتنا في الشارع زي ما انتم شايفين، بعد 13 يوم تقريبا من اخلاءنا القسري من بيتنا في البلدة القديمة. احنا اليوم عمالنا منعيش نكبة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، لأنه الفلسطيني هيك مكتوب عليه من أول من ولد، بس عيش في نكبة متتالية. للأسف الشديد حتى عندهم ناس في القيادات، ناس في البلدية تاعت القدس مثلا، بنادوا في النكبة، بنادوا في نكبة الفلسطينيين، بحطوها بقلبنا بزيادة. يعني العمالة بصير هون تهجير قسري، فلأمتى بدنا نضلنا بهذا الحال؟ احنا بنناشد في كل الدول، في كل الحمايه الدوليه اللي المفروض عن طريق اوستا تكون موجوده لنا كمقدسيين. وينها؟ ما حدا عم بيحمينا، ما حدا واقف معنا. سياستهم كثير واضحه وحكوها بعلو الصوت وموثقه بفيديوهات، فيكم تحطوها بهذا الريكورد. بيقولوا انه احنا هدفنا تحويل الحي الاسلامي لحي يهودي. طبعا انسوا اسلامي وانسوا يهودي، لانه هون الصراع مش صراع ديني زي ما هم بيحاولوا يعملوا فتنه. هون الصراع بكل بساطة مستوطنين شرسين جدا، هدفهم هو تهويد القدس تحت مبدأ تهويد القدس. أنا عمري 28 سنة، أنا ما عشت النكبة ولا عشت النسحة، بس كنا نشوف ريبورتس، كنا نطلع على الوثائقيات. فالمشهد اللي واصل وراي، اللي حاصل وراي بكل بساطة هذا نكبة جديدة. في طنجرة أكل هيها برا، إحنا عمالنا منعيش نكبة وما حدا معنا، ما حدا واقف. لأمتى هذا الحكي؟ لأمتى هذا الصمت الإعلامي الدولي؟ اليوم اعتقلوا أخوي من باب البيت بدون ما يكون عامل إشي، القاضي والجلاد واحد. لأمتى؟ بس هذا اللي نقدر نقوله، لأمتى؟